بالفيديو الماضي كنت بجزيرة بينانغ وزرت فيها أهم المناطق السياحية الموجودة بالجزيرة. اتجولت بشوارع جورج تاون وكمان طلعت لهضبة بينانغ وشفت الجزيرة من فوق كاملة. المنظر من هنيك كان بجنن. أنا موجودة هون، أنا موجودة بأعلى قمة بجزيرة بينانغ. كمان زرت المعابد البوذية الموجودة بوسط المدينة ورحت لأماكن ترفيهية. الصراحة كانت زيارتي لجزيرة بينانغ بتجنن. واليوم رح نكون بمنطقة جديدة واللي هي مرتفعات كاميرون أو كاميرون آيلاند. هيدي المنطقة طقس فيها جدا مميز، والشي المشهور فيها كمان حقول الشاي والفراولة. مرحبا، كيفكم بفيديو جديد؟ اليوم أنا طالعة من جزيرة بينانغ ورايحة لكاميرون آيلاند. أخذت سيارة إجرة مع ضيف الله اللي كان معنا بالفيديو اللي مرق، وكمان تشاركت السيارة مع مصور اسمه مالك، فهو كمان معنا بالسيارة. طالعين لكاميرون آيلاند. الطريق رح ياخد معنا 4 ساعات، وبطريقنا في منطقة اسمها إيبو، فرح نمرق عليها، رح نروح لمطعم يمني وناكل هناك، وبعدها نكمل طريقنا لكاميرون آيلاند. وصلت لمطعم يمني. طلب الفحصة اليمنية، شوفوا كيف اجت. هاي انا اول مرة الصراحة بشوفها، وبس بحابة اجربها. انا اخذت مندي عادي يعني. ضيف الله يعطيك الف 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 عافية، عن جد شكرا لك. والله كانت السواقة كثير هادئة. والله وشكرا كمان على المطعم اليمني اللي دليتنا عليه، لانه كان الاكل كثير طيب. وصلت هلا لمرتفعات كاميرون، بس هون ما قعدت باوتيل، اخذت بيت. بس شوفوا هنا هلا على البلكون، شوفوا الفيو من هون، كلياتها مزارع. هذا هو البيت، اطلالت البلكون هون كلياته مزارع. هلا بعد ما وصلت حطيت شناتي وبدي انزل على السوبر ماركت اشتري كم غرض، لانه البيت ناقصه كم غرض. اوكي وصلت هلا على السوبر ماركت، هيدي هي قريبه كثير من البيت. اوكي اول شيء بدي اخذ شامبو، اخذ هاد، اخذت هذا معجون اسنان، بدي اخذ الصابون تبع الايدين بس اللي بيكون سائل اللي مثل هاد، بس ما عم لاقي الصغير. انا ما لقيت كل اغراضي بين السوبر ماركت، فرح ادور على السوبر ماركت الثاني لنشوف شو فيه. الماركت الثالثه اللي فوت عليها اخذت توست ومي وهدول. هذا رابع يوم لإلي بكاميرون آيلاند. وصلت صار لي تقريبا 4 أيام ما طلعت أبدا من البيت. مثل ما قلت لكم إنه أخذت هالمرة بيت ما أخذت أوتيل. الصراحة كنت أول شيء تعبانة من سفرتي بجزيرة بينانغ، كنت تعبانة من التورات والطلعة وهيك. وهلا أخذت تاكسي ورايحة لمنطقة البوليفارد اللي موجودة بكاميرون آيلاند، بدي أروح أشتري كم غرض. وصراحة كمان معي شنطة انكسرت رجلها، فبدي بدل الشنطة واشتري شنطة جديدة كمان، لحتى بس اطلع من كاميرون وسافر للبلد الثاني تكون ما الشنطاي مكسورة. الطريق تقريبا من البيت لمنطقة البوليفارد نص ساعة، فهلأ انا ماشية بشوارع كاميرون اللي كتير حلوة، الطبيعة والخضار فيها بجنن. طقس هون غير كل طقس ماليزيا الصراحة، في برد، شوفوا لابسة جاكيت، في برد شوي بس الجو بياخذ العقل. هلا وصلت لمركز المدينة، وصلت لسوبر ماركت، كان هيدي أكبر سوبر ماركت هون يعني بالمنطقة، فشوف شو بدي آخذ. هون بالبوليفارد عاملين ستاربكس، شوفوا ستاربكس وراي، في بيتزا هات، في أكثر من محل معروف يعني. في محلات ألبسة وفي سوبر ماركت وفي كثير من القصص هون، ما توقعت الصراحة يعني. أنا توقعت كاميرون مثل الضيعة يعني، إنه ما فيها سنتر مثلا، ما فيها هيك. لا طلع عن جد مهتمين كثير هون بهالقصة، والبوليفارد عن جد كثير حلو الصراحة. والجمال بهذا المكان إنه مسكرين السقف، يعني بحيث إنه شتة مطر خلص السقف مسكر وبتمشوا عادي كأنكم ماشيين بمول يعني. يا
رح اخذ من هيدي القماشه لانه هي احسن، يعني هو ما سافرت انه 3 او 4 سفرات، فحسيت انه هيك كقماش افضل للسفر ولا الطياره. رح اخذ السودا للسايز الاكبر. هلا وصلت عند ماكدونالدز، بدي فوت اكل، جاي على بالي اكل، فاخذت قهوه، اخذت هاي التشيز كيك، فهيك رح اكل. هلو هلو from Syria. Syria. Yes. ما شاء الله. حبيب. اشتريت اغراضي واشتريت الشنطة وهلا راجعة للبيت. اليوم لازم نام بكير حتى بكرة للتور. بكرة التور تقريبا شي الساعة 9 الصبح، فبدي اعمل تور بالمنطقة كلياتها ولف فيها كلياتها لمزارع الشاي ومزارع الفريز، كل هدول الاماكن الموجودين بكاميرون ايلاند. بمرتفعات كاميرون، واليوم رايحة جولة بمرتفعات كاميرون، رايحة لحقول الشاي اللي هي مشهورة كتير بكاميرون ايلاند، فرح روح لحقول الشاي ورح روح كمان لحقول الفريز. فأنا هلأ بالتاكسي، حجزت هذا التور كمان من بوكينج، هو تور محلي، يعني هن ببوكينج بيساعدوكم كيف تحجزوا تور محلي، يعني الحجز ما أنا موجود ببوكينج، فمن شوف من تاكسي لتاكسي لحتى لقيت شوفير ياخذني تور بقلب المدينه. فخليكم معي، كثير متحمسه اليوم لحتى اشوف المناظر اللي بتجنن، اللي هي احلى طبيعه موجوده بماليزيا هي بكاميرون ايلاند، هيك المعروف يعني. والطقس هون كثير حلو، احلى طقس تقريبا بماليزيا كمان. تعالوا نشوف وين رح نروح اليوم وخليكم معي. جمال المنظر قديش حلو عن جد، يا سبحان الله، انه تخيلوا انه هذا كلياته حقول شاي. هلا نزلت من السياره، هون في باركينج، فالسياره صفت نزلتني اللي فوتي لجوا، جوا في مكان اقعد اشرب شاي وشوف المناظر. فخليكم معي لنشوف احلى منظر انا ممكن اشوفه بحياتي. وصلت هلا لجسر، هذا الجسر رح يوصلني لفوق لمنصه عاليه، هي فيني شوف كل الحقول منها. فشوفوا العالم قديش، شوفوا العالم وراي كله طالع تحت الباركينج، وهي فورا حد جنب الباركينج. فخلونا نطلع نشوف شو في فوق. هلا وصلت للمنصه، هون العالم بتجي تاكل بتريح تاخذ صور، كثير في عالم جنبي الصراحه في زحمه يعني، فبتجي هون بتريح وبتاكل وبتقعد بتقضي حتى نهارك كله يا يعني. وبتشوف الاطلالة من هون، يعني الصراحة المنظر من هون بيستحق انه تجوا تقضوا نهاركم كامل هون. تاكل يعني العالم تجي بتقضي نهارها هون كامل. اكيد بحقول الشاي لازم يكون في محل مخصص لبيع الشاي. هدول لابسين مثل بعض عم يعملوا فيديوهات. وصلت هلا لمنطقة جديدة من حقول الشاي، هيدي غير مكان وغير يعني غير مكان اللي كنت فيه المرة الماضية. منظر من هون احلى، وهون فيها كتير استراحات يعني او مكان لحتى تقعدوا فيه وتشربوا شاي تاخدوا اكل، يعني فيكم تقضوا نهاركم كلياتهم هون مع هذا المنظر اللي بيجنن عن جد. يمكن الكاميرا ظالمت هذا المكان بالفعل، لانه يعني المنظر بياخد عقل. كمان بحقول الشاي
جاي ما خلوني طير الدرون للأسف. كمان هون ما خلوني طير الدرون، يعني الدرون هون ممنوعة مع إنه هون ممكن يتاخذ لقطات بتجنن، بس للأسف إنها ممنوعة. هلا هون بدي أخذ سلة، فحاطين إنه اجمع الفراولة بنفسك أقل كمية نص كيلو للشخصين بقيمة 40 رنجت، وكل شيء بيزيد عن النص كيلو بتدفع بس 6 رنجت لكل 100 جرام. صحة والعافية. وصلت هلا لمزرعة الفريز. أخذت هيدي السلة لحتى أعبي فيها فريز. بدي أعبي نص كيلو، هذا الخط لهون يتعبى هذا نص كيلو، وعطوني كمان مقص عشان أقص الفريز وأعبيه. فكتير متحمسة، يلا تعالوا. شوفوا التكنيك الصقاية عندهم أو الري، يعني شوفوا حاطين هون أنابيب، هدول الأنابيب السود هيك موصولين للمنبع اللي بيجي منه المي، وبعدين حاطين هدول الأنابيب الصغيرة اللي بتفوت على قلب كل كيس المي. يعني هلأ هون هن بيشغلوا هاي وبينزل المي لقلبهم. عن جد أنا أول مرة بشوف إنه هيك الفريز مزروع بهذه الطريقة. أنا شايفته بأرض يعني عادية، لما هيك لأول مرة بشوفه، فعجبني كتير التكنيك. فيها الفريز هي من هون، بعملها هيك، هي صارت حبة الفريز. شوفوا ما نقيتها كتير مستوية، بس اوكي يلا نختار رحلة تانية. ما في كتير يعني حبات فريز مستويين، اغلبهم ما نم مستويين، كبدي اختار غير مكان لحتى يطلع لي. هيدي حمراء، شوفوا قدي حمراء هي، كمان اقطفها بنفس الطريقة. هدول اللي عبيتهم لحد هلا، يمكن بس فيني عبي ما كتير. دقيقة اسمعوا، إذا صفيتهم بطريقة هيك، يعني شوفوا إذا صفيتهم بهيدي الطريقة هيك، فممكن يسعوا أكتر، ممكن أقدر أخذ حبات فريز أكتر. شوفوا إذا صفيتهم هيك بيسعوا ورا بعض. دماغي شغالة. شوفوا وين لقطت واحدة حمرا حمرا حمرا، مخباية كانت بين الورق. شوفوا ترى أنا كتير بحب الفريز، ريحة الفريز رح تموتني. ما بعرف قدي صرت قاطفة، صرت ممكن بيطلعوا نص كيلو أو أكتر. إذا طلعوا أكتر رح أدفع عليهم إجباري. بس شوف شو طيبين. يا الله انا كثير بحب الفريز على فكره، ريحته هو هيك فريش وهيك بال انه هون بالمزرعه محمود. هدول صغار حرام ينقطفوا، بعد بيكبروا. شوفوا هدول قديش حمر. ما حدا قطفهم غيري. شوفوا هاي ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا كنت عم صور تيك توك، فشوفوا قديش عبيت انا، عم عيد الفيديو عيد الفيديو. المهم هلا بدي كمل السلة وروح هنا بشوفوا قديش بيطلعوا هدول. وأكيد بعد كل هيدي الطبيعة اللي شفناها وحقول الشاي وحقول الفريز، لازم إجي لحديقة الفراشات اللي هي فيها كل الفراشات اللي هون بماليزيا. شوفوا كلاتهم عم بيطيروا. يو تحت حوض مي حاليا. بس شوفوا انه انتم بس تشوفوا الفراشة قديش هذا الاحساس الحلو، كتبوا فيها الوان وهيك رقيقة وكيف عم تطير. هاي ما هي دي ما عم تطير، غريبة يعني. فبدي اعلمكم هلا الطريقة كيف تمسكوا الفراشة واذا كانت على الورقة بدون ما تخافوا ابدا. شوفوا كيف هلا انا تعلمت طريقة كيف امسك الفراشة. لازم تمسكوها من هون، تمسكوها هيك وتخلي ايديها عليكم وتحملوها بهيدي الطريقة. شوفوا كيف، شفتوا كيف حملتها، خليتها تتمسك بايدي. حلو ما بتعمل شيء.
فراسة في ألطف من هيك كائن؟ عن جد ألطف كائنات كنت فيها. ألوان الحياة تعطيكم هيك، تعطيكم طاقة إيجابية. هيدي آخر محطة لإلي هون بكاميرون آيلاند أو بمرتفعات كاميرون. جيت لمزرعة اللافندر. شوفوا ورد اللافندر وراي قديش لونه بجنن. في كتير ورود هون، فخليني ورجيكم المكان. دي السيارة وشوفوا شو حاطين بقلبها. حاطين اولاد العاب. شوفوا كيف شو حلو. كمان هون حاطين هدول، شوفوا هدول بالوان الورود الموجودين هون بالمزرعه الاصفر. هدول الالوان بالوان الورود الموجودين بالمزرعه، اصفر ولافندر واحمر. شوفوا وصلوا الايس كريم، سحلو كله موف. شوفوا هدول تبعون الذكريات قديش حلوين. هون ما حد بيصوروا مع الباندا، ياخذوا لقطة مع المنظر هون مع الورد. المكان هون كتير حلو الصراحة، بس اللي معه حساسية لا يجي لأنه كلياته ورود. كتير مناسب للأطفال على فكرة، إنه عاملين البيت مثلا مثل ديزني وهيك، فكثير حلو حبيت. وصلي المكان بشكل عام، وفي كافيات وفي مطاعم ممكن تقدروا تقعدوا تاكلوا وحتى تاخذوا سوفونير اذا بدكم. هذا اخر مكان لإلي بمرتفعات كاميرون، هيك بكون زرت كل الاماكن اللي ممكن تنزار، يعني الاماكن الحلوه اللي كل العالم بتوصي فيها. احلى شيء كان هو حقول الشاي، لانه المنطقه هناك كانت بتجنن. هلا ما بعرف اذا لسه رح روح لمكان ثاني جديد، ما بعرف بعد، وبدي ريح بعد يومين وبعدها رايحة لبلد جديد إن شاء الله.